مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم وسعيدة بالتواصل معكم وسعيدة بالموضوع اللي غادي نطرقوا ليه اليوم. كيف ما تنعرفوا خلال شهر أكتوبر هو الشهر اللي من خلاله مجموعة من الأخصائيين والناشطين في المجال الطبي تقوموا بمجموعة من الحملات التحسيسية والتوعوية من أجل طبعا الحال تشخيص مرض أو ورم أو سرطان الثدي في البداية دياله، وربما مع هذا التشخيص أو مع هذه الرحلة هذه اللي يقدروا يتقاسوا بها عدد من الناس وصبح مرض طبيعي وعادي فحاله فحال كاع الأمراض، كيجي عنده دواء عنده علاج، قد يكون نوعا ما قاسي بعض الشيء ولكن في جميع الأحوال كيتعالج وكنقدروا نعيشوا به لسنوات أكثر، لأنه الأجال كيقرر الله سبحانه وتعالى. كيبداو يطرحوا مجموعة ديال علامات الاستفهام. بصدق وما نخبيهش عليكم، الموضوع اللي أثرت الحافظة ديالي باش نناقشوا هي الكوتش منى الصباحي، كونها أنها تكلمات على أنه من بعد غادي تقوم بواحد لو لايف على هذا الموضوع هذا. طبعا الحال أنا كنتبع المواضيع اللي كتكون خلال الشهر بطبيعة الحال وشنو هو اللي كاين في المجال وفي الساحة اللي يمكن أنا نطرقوا له للنقاش، ولكن هذا الموضوع جرني من زاوية أخرى، من زاوية اللي خاصنا نعطيوها واحد الإشعاع. إلا جاك السرطان ماشي نهاية العالم، إلا جاك السرطان مرض فحالو فحال كاع الأمراض، تقدري تنوضي وتوقفي على رجليك من جديد وغادي تدوز واحد المرحلة ديال العلاج، ولكن هادشي ما كينقص لا من الأنوثة ديالك ولا من الوجود ديالك كامرأة، لا في علاقتك الزوجية ولا في علاقاتك الاجتماعية. ربما هذا هو العنوان اللي كيخصنا نطلقوه ونفتحوه اليوم من خلال هذه الحلقة، ولهذا الغرض مشرفيني ومنوريني ضيفتين كريمتين اللي غنتناقشوا معاهم طبيعة الحال. حاضرة معنا الدكتورة حسنية زميميطة وهي أخصائية في طب الأورام. مساء الخير دكتور حسنية. مساء الخير للا سكينة، شكرا للاستضافة وشكرا جزيلا لاختيارك الرائع لهذا الموضوع، وشكرا للمونة اللي اقترحتوا عليك. كثير ما كينصب اهتمام على طرق التشخيص وعلى طرق العلاج، وكنهملوا جانب أساسي هذا المرض المزمن اللي هو الجانب النفسي والواقع النفسي ديال تشخيص هذا المرض المزمن على الفرد وعلى الأسرة ككل. فشكرا جزيلا ونعمرك لالي اختك، وشكرا لك على هذه المقدمة الزوينة، ولي منها غناخذ واحد الكلمة باش غادي نرجع لك من بعد ما نقدم للمونة. للمونة الصباحي بطبيعة الحال كوتش معتمدة في التطوير الذاتي. مساء النور للمونة. مساء الأنوار حبيبتي سكينة، لاباس عليك؟ نتمنى تكوني على خير وبخير. توجور ان بليزير باش نكون معاك في البلاطو ديالك، واليوم انا فرحانه جدا لانك كاينه انت وكاينه كذلك الدكتور حسنيه اللي صديقه عزيزه عليا ومن اكثر الناس اللي كنحترمهم في هذا المجال، لان هذا هو لو فيف دو سوجي اللي جمعني انا وياها مؤخرا، واللي نيت منو هذا السوجي وهذا الموضوع اللي كنتكلموا عليه هو ان السرطان مرض ثقيل ما نقدروش ننكروه، مرض ما نقولوش كباقي الامراض، يمكن عنده دي بارتيكولاريتي وعنده شي اشياء خاصه، ولكن الجانب النفسي ضروري جدا. وعرفتي وتكلمنا على بزاف الحالات، راه يمكن ان شاء الله غنتقاسموها معكم مع الناس اللي كيشاهدونا، الوطأة ديالو لا النفسية ولا المعنوية ولا الاجتماعية هائلة جدا. وحسنية تبارك الله وصل عندي عليها كتعجبني بزاف، لأنها ما كتهتمش غير بالجانب الطبي البحث، وإنما كتهتم كذلك بالجانب النفسي وكذلك بالأثار الاجتماعية ديال هذا المرض. فهي تنظن اليوم أحسن ضيفة تقدري تستضيفها باش تكلم لك من الجانب العلمي وكذلك من الجانب النفسي والاجتماعي. داكشي باش أنا سعيدة جدا التواجد ديالي معكم اليوم. وانا اسعد وشكرا لك بزاف منى، لانك انت اللي خليتيني نشجع اكثر على الموضوع باش نطرقوا له من هذا الجانب هذا. شكرا جزيلا لك. لاول مره منذ ان تعرفت على منى غادي نستبقها وغنشفر ليها شي حاجه، ما فيها باس ما بيناتناش ياك. ألف مرحبا. ما بيناتناش ما كايناش السرقه. هادشي كله من اجل الصالح العام الحال فقط من باب البسط. الله يطول عمرك. بالعكس حنا من الفرحات علينا. مرحبا منى، شكرا لك. غادي نرجع لك طبعا الحال دكتوره حسنيه، قلتي واحد الجمله اللي هي زوينه ومهمه بزاف باش تدخل الدماغ ديال الناس اللي كيتابعونا دابا، قلتي هو مرض مزمن للاسف الى سنوات طوال وربما الى حدود اليوم كاين الناس اللي بالنسبه لهم السرطان هو مرض قاتل لا نقاش في ذلك. كنساو بانه خاصنا يعني
نستدركوا ونستظهروا الجانب الديني، لانه الموت باجل، ما عمرنا ما كنموتوا بمرض معين، حنا كنموتوا باجل، كل واحد فينا تكتبات له بدايه ونهايه بطريقه معينه وبشكل معين وفي مكان معين وفي توقيت معين. ولكن لسنوات طوال الناس بالنسبه لهم السرطان مقرون بالوفاه، مرض اللي صافي سيفيني، ما بقى عندنا حتى شي حل، الموت لا محاله. اصبح المرض هو عرف واحد التطور، واحد التطور عبر كما نقولوا عبر الازمان، ظهرت مجموعه من الاورام الجديده، ظهرت مجموعه من الاورام اللي جلبها العصر والتطور العصر اللي حنا فيه. ومن بين هاد الاورام اللي اصبح عندها حضور قوي هو سرطان الثدي وسرطان الرحم للاسف عند النساء. اما عند الرجال طبعا الحال للاسف حاضر سرطان البروستات وايضا سرطان المريء كنظن، هادو سرطانات اللي عندها حضور بشكل كبير عند الذكور. على اي حال إلا تكلمنا من الجانب ديال المرأة، للأسف في مجتمعنا كثير من الناس ما كيفهموش بأنه مرض، كيقول بأنه صافي المرأة جاها الكونسير ما بقتش صالحة كزوجة، هي مع راسها كتقول أنا جاني الكونسير ما بقيتش صالحة كمرأة، غيطيح ليا الشعر، من غندير الدواء، غيمشيو ليا الشفار، غيمشي ليا كذا، هادي صحتي كتقلال، كنولي نعيا بزاف، كنولي هادشي طبيعي مع العلاج، ولكن كنساو بأنه راه كاينه مراحل، كاين اللي ربما ما كيوصلش للغاديوثيرابي، ما كيوصلش للشيميوثيرابي، كاين اللي كيتعالج بالعقاقير، كاين اللي كيتعالج باستئصال فقط هذاك يعني الورم الخبيث، احيانا كيكون ورم حميد. اذا حطينا اكثر في الصوره الطبيه باش نبسطوها للناس ويفهموا اكثر. داكوغ، الوغ شكرا لاله سكينه. اون فيت كيف ما قلتي للاسف بقينا لمده طويله ولا لفتره طويله حاطين هذا المرض في واحد القلب، في واحد الجانب مظلم، وبقى كطابو في المجتمع وعند الناس، انه بقى داك المرض اللي مرتبط بالوفاه. اون فوا كنقولوا السرطان كنقولوا الموت، ولا للاسف حتى ما كنقدروش الذكر ديال مرض السرطان، كنقول داك المرض الخايب اللي ما كنقدروش حتى نذكروا الاسم ديالو في المجتمع. للاسف وقعوا تطورات لحسن الحظ، وقعوا تطورات اللي هي كثيره بزاف، لا من ناحيه التشخيص لا من ناحيه طرق العلاج، ولكن هاد التطورات ما واكباتش الاعلام، فما كتوصلش اي حاجه خايبه وصلت للناس، ولكن ما وصلوش هاد التطورات لاذن الناس، ما سمعوهاش الناس، ما عرفوهاش، بقى سرطان كمرض الموت وما عرفوش اشنا هي التطورات الجديده اللي وقعات في مختلف طرق العلاج، ما عرفوش بانه ولينا دابا قادرين على اننا نرجعوا هاد المرض كاي مرض مزمن، بحال مرض السكري. المرض السكري كيقدر يعيش بالمرض ديالو طول الحياة، يقدر ياخذ الانسولين ولا ياخذ اقراص ديال المرض السكري، وهو كيعيش واحد الحياة طبيعية ما فيها حتى شي مشكل، حياة زوجية أسرية ومهنية بدون اي خلل. في نفس الشيء بالنسبة لمرض السرطان، ولينا قادرين الان بفضل تطور وسائل علاج وسائل تشخيص اننا نرجعوا هذا المرض كاي مرض مزمن، كمرض القلب والشرايين، كمرض السكري. الحاجه الثانيه بمناسبه اكتوبر الوردي، ولا كنهضروا الاكثر هذا الشهر على مرض سرطان الثدي، قد ما اكتشفنا مرض السرطان في مرحله مبكره قد ما كنكونوا قادرين على اننا نعالجوه بواحد الشكل كلي، وقادرين انه دوك العلاجات اللي نستعملوها تكون اقل ضرر ولا اقل اضرار جانبيه على الفرد. مثلا الا اكتشفنا مرض سرطان الثدي في المراحل المبكره، كنقولوا هذا الشيء احصائيات عالميه، قادرين اننا نعالجوه كليا بنسبه اكثر من 95%، بل حتى هذيك المراه بامكانها انها ما تكونش معرضه حتى للكيماوي، يمكن اننا نستأصلوا غير الورا ماشي حتى الثدي بالاكمل ديالو، يعني غير الورا من بعد كتكمل بالاشعه ولا بالعلاج الهرموني، وما كتكونش مجبرة أنها تحمل العلاج الكيماوي، أنها تكون عرضة لتساقط الشعر، أنها تكون يتبدل لون ديال البشرة ديالها. فهنا علاش كنشجعوا النساء على أنهم يتوجهوا للتشخيص المبكر. فبركة علينا ما نديروا ديك بحال ديك العام اللي كتغطي عينيها على المرض، كنبقاو خايفين على أننا نواجهوا المرض، خايفين على أننا نديروا التشخيص المبكر لنلقاو شي حاجة، وللأسف كنبقاو حتى كنكتشفوه بواحد المراحل اللي هي متطورة، كنكونوا ديك الساعات مجبرين على اننا نستعملوا الكيماوي ولا اننا نبتروا التدي باكمله.
الحاجة اللي نقول لكم حتى ولو نكونوا مجبرين على أننا نحيدوا تسليب الأكمل ديالو، دابا حتى الجراحة، الجراحة الجميلية تطورت بواحد الشكل كبير. ألو حتى ملي كنكونوا أننا نقدروا نستأصلوا التلي كامل، ولات جراحة تقويمية، والجراحة الجميلية قادرة على أننا نرجعوا لهذيك المرة حسن من التلي اللي كان كنتفكر واحد لاباسونت كانت قالت لي وكون يعرف ليها كنكون شحال هادي درت جراحة تقويمية وبدات جميلة للصدر ديالي، كنقدر نرجع واحد التلي. يعني حتى انها دير لي بروتيز من بعد، لي بروتيز مامير من بعد ما كاينش فيها اشكال او عندها علاقه بسرطان او مره اخرى يعاود يرجع سرطان، او اذا كاينه امكانيه؟ ما كاين حتى شي مشكل، كاين امكانيه انه نديروا جراحه تقويميه وتجميليه والمراه تعيش بالصدر ديالها عادي بحال كيف ما كان المره الاولى. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى بغيت نوصل للمراه، وهذه بعد الكثير ما كتربط المراه الهويه ديالها ولا الكينونه ديالها كانثى بتواجد الشعر ولا بالصدر ولا بالتدين. المراه هي داك الدعامه ديال الاسره، هي داك الرحمه، هي ديك الموده، هي داك الدفء، هي واحد كائن من اجمل الكائنات ومن اكمل الكائنات اللي خلق الله عز وجل. فما تربطش الكينونة ديالها ولا الشخصية ديالها ولا الأنثوية ديالها بتواجد الشعر، طبيعة الشعر ديالها. وكنعرف وحتى أبخي العلاج بالكيماوي راه كل شيء كيرجع كيف ما كان في الأول، ألوغ هذاك الشعر كيرجع غيعاود الشعر وغيعاود تكون إن شاء الله الصحة أجمل، غير هي غنكونوا حيدنا واحد الاشكال الصحي اللي ممكن انه يكون اكثر ضرر. انا غادي نرجع لك بطبيعه الحال دكتوره حسنيه، سمحتي لي غنتقل عند منى في هذا الشق بالضبط. منى للاسف حنا المراه عندنا واحد الصوره اللي ما خصهاش، ولا واحد المعايير معينه اللي ما خصهاش تخرج منهم. كنشوفوا بلي مثلا بعض الفتيات او النساء اللي جاهم سرطان، اي نوع من انواع السرطان. مثلا انا كنت صادفت قصه اللي استفزتني بزاف، السيده الراجل ديالها مشى باش يطلقها لان صلات الرحم، وبالتالي قال لها انت ما بقيتيش قادره على المعاشره الزوجيه رغم انه الرحم هو متواجد باش نولدوا الوليدات. يعني هذا الرحم هذا كيتكون فيه الجنين، ما عندوش علاقه بمسار العلاقه الجنسيه نهائيا. فمباشره بعد ما تصابت عوض ما يوقف معها ويدعمها مثلا قال لها ودي صافي انت ما بقيتيش صالحه كامرا، ما يمكنش نقوم معك بعلاقه جنسيه وبالتالي نطلقوا احسن. صادفت سيدة أخرى في إحدى الأنشطة اللي متعلقة بالسرطان، واللي فاجأتني بواحد ثقة في النفس وواحد الصبر وواحد الإيمان وواحد قوة العزيمة، ولكن كتقول بأنه يعني من بعد ما تصابت الزوج ديالها أثر على أنه يتزوج بالمرأة الثانية، وكاين نوع من الاستفزازات إلى غير ذلك. وقالت لي أنا بسبب دوك الطعاين لقيت راسي تصابيت بسرطان واللي بدا كيسترح في الذات ديالي، ومع ذلك أنا متمسكة بالحياة وباغا نعيش حياتي وما بقيتش كنفكر فيه وما بقيتش كن. ماشي معنى أنه كاع الرجال خايبين، ولكن كاين نماذج رجال اللي فاهمينها بواحد المفهوم غلط. كاين بعض السيدات مثلا اللي مي كتصاب اون فوا كيبدا يطيح الشعر، يعني كتلقى الحجبان كيطيحوا، العينين كيتغيروا، الملامح ديالها، الجسم ديالها كيزراق، كتولي لا فاتيك بزاف، ما كتقدرش ترجع لحياتها بشكل نشيط، كتبدا ديك لا ديبرسيون كتسيطر عليها بواحد الشكل كبير، وكتقول صافي كانها هي كتبدا تصل، هي كتبدا تعيط للموت، ماشي كتدافع على راسها باش تحيا اكثر. فاعطينا واحد الاحاطه نفسيه في هذا الباب منى بطبيعه الحال. انا بدا بالتعليق على الحالات اللي عطيتها سكينه ديال الرجال تيتخلاو على عيالاتهم كيتصابوا بالسرطان. عتقلو بطيحه البغلاق اللي يخرج من الخيمة عوج، يا شي كاينه واحد المثله بحال هكا. دونك راه هذاك لو ديكلونشور او داك السبب اللي بان وحقوا الواضح لو كاين سرطان انت ما بقيتيش صالحه ليا مرا، هذاك غير سبب. هو كان باغي يتزوج، هو كان باغي يتفارق، راه اوهن البيوت لو بيت العنكبوت، هذاك راه كان بيت العنكبوت فجات السبع عليه ففشل بحال هكاك. هذا الشيء خص يردنا بحال اللي كنا تناقشنا النهار اللي تناقشنا سكينه في الموضوع ديال لو كوفيد وديال المشاكل اللي ظهرت مع لو كوفيد وديال العدد الازواج اللي وصلوا للطلاق والعنف الاسري والعنف الزوجي. راه كان اصلا داك البناء عوج من الاول، كان البناء هش. فبالتالي من جا داك لو كوفيد ولقينا راسنا مع بعضياتنا، داك الشيء اللي كنا كنهربوا فيه على برا في الخدمه، على برا في المدرسه، على برا في الانشطه، لقينا راسنا حدا بعضياتنا نهار ومطر، فبان العيب فينا هو. نفس الشيء فهاد المساله ديال الازواج كيتخلاو على الزوجات ديالهم او زوجات كتخلاو على الازواج ديالهم من كيعرفوا بمرض ثقيل، فهنايا المشكل كيكون اصلا كاين، غير هو من كيجي المرض كيلقى السبه. هذه من جهه. من جهه اخرى اجي نتكلموا على المرض، فبالك ان حتى لحد الان وجو سوي سور دكتوره حسنيه تكون متفقه معايا، ما كنسميوهش سرطان، كنعيطوا له المرض الخايب ولا ديك المرض،
كان اون ايفيت ما كنقدروش نقولوا، مع ان كما قالت راه مرض كما باقي الامراض، والحمد لله لي زافونسي والتقدم اللي كاين. بعض الناس كيظنوا بانه كيعادي كيبعدوا من الشخص اللي مصاب، كيقول لك يقدر يكونتاميني. الجهل راه الجهل، بحال هذاك اللي قال لك ما يعاشرش الزوجه ديالو وما بقاتش عندها القدره لانك تم استئصال الرحمه، هذا راه الجهل. بحال اللي كيقول لك يطلق المراه حيت ولدت له البنات، هي اللي ولدت ليه البنات، هذا راه الجهل. وهنا راه هاد راه واحد علامه استفهام كبرى خاصنا نعاودوا فيها. راه هاد الشيء، هاد الامراض وهاد الفرصه ديال اكتوبر الوردي وهذا، هي باش نردوا البال بوغ اون بريز دو كونسيونس، باش يولي عندنا واحد عباد الله نفيقوا شويه، نردوا البال شويه، راه ماشي معقول. راه هاد الجهل الله خطير جدا. فهذا مرض كما كنسميو مرض السكري ومرض القلب والشرايين ومرض الامعاء ومرض كذلك، كاين مرض السرطان. هنا كاين واحد الحموله وحده اخرى، واحد الحموله ديال من غير الثقل وانه مربوط مباشره بالموت. كاين كذلك العقاب الالهي، تيقول لك تصاب اذا ربي عاقبه. شكون انت باش تقول هذه الكلمه؟ تخيل ان الانسان تتولي عليه داك الوصمه ديال وما نعرفش من الزبله دار وما نعرفش من حاجه دارت داكشي باش جا هذا المرض. اذا واش حنايا كنعرفوا القدر ديال الله عز وجل كيفاش ماشي؟ راه يقدر يكون اكبر هديه جاتك هي داك المرض على قدر الخبث ديالو، على قدر الثقل ديالو، ولكن راه كيعاود لك الحسابات ديالك، تيبين لك صاحبك مشكون اللي ماشي صاحبك، تيبين لك القدره ديالك والضعف ديالك، تيبين لك علاقاتك فين ماشيه، تيبين لك صحتك فين ماشيه، كيبين لك اولوياتك فين ماشيه. يمكن ثقيل ايه ما هنكروش، ولكن حتى مرض السكري مرض ثقيل، واللي كيقدر الله يحفظ الا ما كانش واحد ليجيون دو في كيتقطعوا الاطراف، كيقدر يسبب في العمى قياس الخير والسلامه، كيقدر يسبب في الفشل الكلوي والواحد كيدوز للدياليز. اذا علاش كنتعاملوا معاه على انه عادي وهو راه مرض ثقيل وثقيل جدا؟ فهنايا نعاودو خصنا لا بيرسيبسيون، خص الادراك ديالنا يعاود يتراجع. وباش يتراجع الادراك خص مجموعه ديال المنابر تعمل على هذا، المنابر الطبيه، المنابر ديال العلاج النفسي والمواكبه النفسيه، والمنابر الاعلاميه. لاننا ملي كنتكلموا على السرطان ما كنتكلموش بزاف على هاد لي زافونسي، خص هاد لي زافونسي نتكلموا عليهم، الناس توصلهم، يعرفوا ان كاين علاجات، يعرفوا ان يمكن مرض دخل لبلوك اوبيراتوار ويتحيد يستأصل التدي من الداخل كامل ويتعمر وهي في لبلوك اوبيراتوار وتخرج بالتدي ديالها نقاد، كتخرج حيدت الورم ردت التدي. اذا هادشي خص الناس تعرفوا ان العلاجات كاينين علاجات متطوره جدا. هذا من جهه، من جهه اخرى وهذه عاوتاني كذلك خص المنابر الاعلاميه خاصه تعاود النظر فيها، وخص واحد الوعي وخص واحد التربيه تدخل على الخط، وهي ان المراه راه مراه بالكينونه ديالها، ماشي بلوغوج عليغ، ماشي بالنوع ديال اللباس. لان شوفي غير المواد الاعلاميه، كنبيعوا الطوموبيلات بالعيالات، كنبيعوا الزبده بالعيالات، كنبيعوا ديتيرجون بالعيالات، كنبيعوا كلشي بالعيالات. اذا المراه كاين واحد الشيء، وداك الشيء اللي كنبيعوا به هذه المجموعه ديال المنتجات عندها التدي كيكون محطوط بواحد الطريقه ومعروف عمليه التجميل اللي كاينه دابا، كتكون الوجه بواحد الطريقه، الشعر بواحد الطريقه، الوقفه بواحد الطريقه، يعني تسيع صوره المراه. هذا يعني كاين واحد التبضيع، واحد التشيء، واحد لدرجه اننا كنوليو اون كخوا عسيت ايماج، كنوليو هذيك هي الصوره اللي عندنا حنا على انفسنا، وبالتالي كنسمع مرض السرطان هيمشي الشعر هيمشي الحجبان ما بقيتش مرا. للاسف والى سمحتي لي منى، نعم الى سمحتي لي منى، حنا غنعاودو نرجعو بطبيعه الحال ليك، انا غادي نرجع للدكتوره حسنيه. دكتوره حسنيه، بزاف الناس اللي كيتكلموا على التشخيص، كاين اللي كيقول بانه ابتداء من 25 عام تخص المرض تراقب مثلا التدي ديالها، تبدا تمشي عند الجينيكو ديالها، تراقب مره في عامين الى غير ذلك. كيقولوا من بعد 40 سنه كيخصها كل سنتين ربما تمشي عند الطبيبه ديالها ودير لا ماموغرافي. بزاف ديال الهضره اللي كتقال في هذا الباب. هذا نتوما كاخصائيه يعني كيفاش تقدري توجهي الناس من باب التشخيص؟ كيفاش كيخصنا نديروا هذه المساله هذه؟ انا كنقول بان كل واحد فينا خاص يكون عنده واحد النظام ديال العنايه بالصحه ديالو، الاطباء ديالو بطبيعه الحال كيمشي كيدير واحد التشخيص، يمكن عند طبيب ديال الحومه، يمكن على حسب الامكانيات ديال كل واحد، ولكن كتكون واحد المتابعه الصحيه باش حتى الا كانت شي حاجه تنعرفوها في البدايه. الوغ شكرا، غادي نجاوبك على اشنا هو التشخيص. كنهضروا بزاف في وسائل الاعلام على التشخيص المبكر، وبالضبط في هذا اكتوبر الوردي، فاشنا هو التشخيص المبكر وشكون الفئه ديال العيالات ولا ديال النساء اللي كيخصهم هذا التشخيص المبكر؟ الوغ هنا كاينين جوج ديال الفئات. غادي نهضروا على الفئه ديال النساء اللي من بين 25 سنه ومن بين 45 سنه.
كنهضروا على الفئه العامه ديال النساء، يعني ماشي النساء اللي عندهم واحد العوامل ديال الخطر معينه في الجينات ديالهم، يعني ماشي مؤهلين وراثيا انهم يحتضنوا مرض سرطان ولا عندهم مرض سرطان متفشي في العائله ديالهم، يعني كنهضروا على الفئه العامه. فوق من 25 سنه خاص المراه تبدا ترد بالها وتمشي عند الجينيكولوج ديالها مره في العام غير الفحص السريري. الوغ هنا من بين 25 45 سنه كنديروا غير الفحص السريري، هو فحص اللي كيقوم فيه الطبيب بفحص التدين وبفحص المناطق ديال الغدد اللمفاويه اللي كيكون تحت الابطين وكتكون في الغاسين ديال حدا العنق، الوغ فوق تحت من العنق. فكنشوفوا واش ما كاينينش شي ولاسس في الابطين، ما كاينش انودول ولا تورم ولا ورم في التدين بزوج. هنا كنحاولوا نطمئنوا في الفحص السريري انه ما كاينش ورم. طبيعه الحال الا لقينا ورم ولا لقينا علامات اللي كتدل على وجود ورم، عاد كنصيفطوا المراه تكمل بالفحوصات التكميليه، يعني لا ماموغرافي ولا ليكوغرافي. هذه ماشي غير مهمه الطبيب بوحده، مهمه المراه حتى هي. فكنصح اي مراه ملي تكون تبدل حوايجها ولا ملي كتكون تاخذ الدوش ديالها تحت من الحمام تعلم انها تفحص التدين ديالها، انها تشوف راسها في المرايا وتشوف هذوك التدين ديالها واش ما كاينش تغير في الجلد ديالهم، ما كاينش احمرار اللي كيبان، ما كاينش بعض المرات كيكون الراس ديال التدي كيبدا يتسحب للداخل ولا مثلا كيبدا واحد ليكولمون واحد السيلان اللي هو غير عادي. هادو كاملين اللي هم اعراض بسيطه واللي يمكن اي مرة تلاحظهم وكيكونوا اعراض اوليه لبدايه مرض السرطان. فهنا إذا ملي كتبدا المرأة كترد بالها لهاد الأعراض كيمكنونا من أننا نشخصوا مبكرا هاد المرض. كاين الفئة اللي فوق من 45 سنة، بين 45 و 74 75 عام، هاد الفئة من الناس خاصها توجه مرة كل سنتين باش دير الفحص بالماموغرافي اللي هو فحص بالأشعة بالأشعة إكس اللي كنديروها على التدين، لو كيمكننا من أننا نشوفوا إلا كان ورم اللي هو يلاه بادي اللي ما كنقدروش نفحصو اللي ما كيبانش لينا بالفحص السريري ولكن كيكون متواجد، واخا يكون القطر ديالو واخا يكون القطر ديالو بعد مليمترات. يعني تلمو هاد الاجهزه طورات ولات قادره على انها تبين لنا الورم واخا يكون غير 3 مليمتر. فهاد التشخيص المبكر ملي كيبان لينا هاد الورم سوغ لا ماموغرافي ديك الساعات كنقدروا نوجهوا المراه انها نديروا الفحوصات التكميليه واننا نوجهها للعلاج. يعني هذه المساله كتخص جميع النساء، اللي كتقول لك لا انا مثلا ما مزوجاش ماشي مشكل، انا بقى عزبه ماشي مشكل، خاص نكون في واحد الوضع معين. اذا كل النساء هذه صغيره ولا الكبيره عزبه ولا متزوجه؟ لا ما كاين، خاصنا نعرفوا بانه كبيره ولا صغيره يكون لاج ديالك ولا السن ديالك كيف ما كان، ما كاين حتى شي مره فينا في منأى على سرطان الثدي. كل وحده فينا خصها تعرف راسها بانها مهدده بانه نهار اليوم ولا غدا يمكن يكون تكون عرضه لهذا سرطان الثدي. يعني ماشي انا مزوجاش بلا ما ندير ماموغرافي، هو واحد السرطان اللي ما عندوش علاقه لا بزواج لا سي فري كو بلوس كنزيدو في لاج بلوس كنزيدو في العمر بلوس كيكون لو ريسك كيطلع لي خطر الاصابه بمرض سرطان الثدي كطلع. الوغ كنقولوا لا موين داج ولا معدل السن عند العيالات اللي كيجيهم مرض سرطان بكثره في المغرب هو تقريبا 45 عام، يعني قل من 25 عام 30 35 عام كيكون مرض السرطان قليل، ولكن ماشي قليل انه ما كاينش، راه كاين. وعند هاد الفئه لا جون اللي كيكون عندها الوغ لي جون باسيونت الفئه الشابه اسمحوا لي، الفئه الشابه من النساء للاسف كيكون مرض السرطان عندهم تري اغريسيف، يعني كيكون شرس كيكون اصعب. هنايا دو لوتيليتي ولامبورطونس ديال اننا نديرو لو دياغنوستيك ونديرو التشخيص المبكر عند هاد الفئه ديال النساء. الخلاصه نقدر نلخص ونقول حتى شي مراه ما هي في منأى على سرطان الثدي، وكلنا مخصوصات بهذا التشخيص المبكر. نعم، ويجي كاع شنو غادي يوقع، غنتعالجوا وكلشي كيدوز والتجربه كتدوز. انا في العيوض ونقولوا ما غاديش يجينا، على الاجدر نعرفوه في واحد الستاد اللي هو مبكر، في واحد المرحله مبكره، تكون العلاجات ديالو سهله، العلاج خفيف
وكانت عالجو مكتب نسبة أكثر من 95%. هالشي اللي كاين. إلا سمحتي لي بطبيعة الحال معك منى، فرضا الآن مثلا قدامك واحد السيدة اللي تصابت بسرطان وما تقبلتهاش، لانه للاسف كاينه فئه كبيره اللي كيصعب عليهم يتقبلوها. انا شخصيا ملي كنشوف شي حاله مصابه بسرطان اللي حافظت على التفاؤل ديالها، تما كناخذ درس ديال القوه، لانه كتحس بان ديك الشخصيه عندها واحد الايمان كبير بانه قضى الله وقدره، مرض وغيدوز. ولكن نظرا للنظره الاجتماعيه ومجموعه الامور، فردا هناك شخص معين امامك مصاب بالسرطان ومنهار، كيفاش نقدروا اننا نساعدوه؟ يمكن من العائله، يمكن من الاصدقاء، في انتظار اننا نلجؤوا للدعم النفسي بطبيعه الحال. هنا هي ملي كيكون هذا الرفض الشرس، كما ان كاين حالات ديال المرض اللي كتكون شرسه، هنا ضروري المرافقه. علاش؟ باش كيكون انه هو كيكون كيعيش هنايا اللي كيتسمى لو دوي، كيدير واحد النوع من الحداد. معروف ان الحداد، انا باش نبسط لك، مثلا ملي كتفقد شي شخص عزيز عليك او ملي كتعرض لشي صدمه كبيره، راه اول ما كتبدا الصدمه كيكون بحال ان ديني، كتقول لا راه ما وقع والو، كدوز واحد يومين واحد ثلاث ايام، تقدر في النهار تقدر نص النهار، كل واحد وكيفاش كيعيشها. من بعد منها كتولي واحد لا كوليغ، واحد الغوات، واحد الصداع، واحد لا ما يمكنش، علاش انا، علاش. وكاين واحد المجموعه ديال المراحل، فالا الشخص كيرفض وكيتخلع وكيغوت وكيهذا، اذا هو دخل لا كوليغ. مي كيدخل لك من غير ان كاين شي وحدين اللي كيوحلوا في مرحله، وراه تنظن الدكتوره حزني عارفه هذه المسائل بحال هكا، كيدخلوا في مرحله الرفض، يعني كيعرف عنده سرطان وما كيمشيش للعلاج. تخيل مع راسك بحال الا ما سمعتش، ما عرفتش، ما كاينش. فهنا المرافقه النفسيه، علاش خصنا حنا دابا نبداو نهضروا على اوندوا فولغاريزي، ان المرافقه النفسيه في الامراض، وخاصه الا كانت امراض اللي كتكون شويه ثقيله، خاصها تكون ضروريه ومؤكده، وخاصها تكون متاحه للجميع، باش كنقلصوا من هذه مده الحداد، وكنخدموا على التقبل. وما كنخدموش غير على التقبل، كنخدموا على التقبل من مجموعه ديال النواحي. مثلا انت جبتي الجانب الديني، ماشي كلشي للاسف عنده الجانب الديني قوي، لان لو ان عندك هذا الجانب، يعني وشوف والله الله لا يختبرنا باللي ما نقدوش عليه، ربنا لا تؤاخذنا لا تكلفنا زعما ما لا طاقه لنا به، راه هذه هي النقطه، يا ربي ما يكلفناش باللي ما نقدوش عليه. راه كاين اللي كيتلف، كيبان ليه ولادو صغار، ولا كيبان ليه مازال ما عاش حياته، ولا كيبان ليه مازال ما تزوجش، ولا كتبان ليها ولا كتبان ليها ولا كتبان ليها كما قلتي، ولا الراجل سمح فيا، ولا الخطيب سمح فيا، ولا دارنا، ولا فكيتلف الانسان. هنايا المرافقه النفسيه كتعاوننا باش اننا كنرجعوا داكشي اللي غنبقاو نبكيو عليه كل نهار، كنبكيو عليه دقه واحده، وكنخدموا على جميع الاحتمالات، وكنشوفوا جميع النوافذ، وكنرجعوا كنخدموا كذلك على الاسباب اللي تقدر تكون ادت الى هذا المرض. فمثلا انت قبيله سكينه قلتي واحد السيده لقات ان كتقول لك بان راه عاشت واحد المجموعه ديال التجارب الصعبه جدا اللي كانت هي من بين المسببات ديال هذا المرض عندها. دابا كاين ابحاث عالميه في نيوروسيونس كتقول لك ان عدد من الامراض بما في ذلك مرض السرطان يقدر يكون الاسباب ديالو نفسيه، نتيجه للضغط اللي كنعيشوا. بيان سور كاين الاسباب الوراثيه وكاين اسباب اخرى، ولكن كذلك مي كيجيو دي فاكتور ديكلونشور او دي فاكتور اللي كيزيدوا كيسهلوا وجود المرض. فكنخدموا على اون ابروش اوليستيك، واحد لابروش اللي كتاخذ جميع الجوانب. وهنا كيدخلوا هذه تناقشت فيها انا ودكتور حسن من قبل، ان الطبيب راه خصو يكون مؤهل باش يخبر المريض بالمرض، ما كنجيوش وكنطرشوه، وما كنجيوش وكنقولوا ليه ولا ما كاينش ولا كنكروه. راه تكلمت معايا ونبغيها هي تشرح هذه القضيه، لان تبارك الله راه قلت لك راه حسن يصلع النبي عليها كتخدم بهذه الطريقه في اليوميات ديالها، باش تكلم على كيفاش نعلنوا على المرض. ها هي دي ماشي متخصصه في المجال النفسي، ولكن دارت دي فورماسيون في المجال النفسي وفي المرافقه، وكتعرف كيفاش تخبر المريض، فحتى المريض كيولي مؤهل انه يتقبل المرض ديالو، انه يعيش مع المرض ديالو، انه يتقوى على ذاك المرض. راه الطريقه ديال الاخبار بوحدها عمل جبار، وجيمغي بيان ان حسنيه تكلم عليها. بطبيعه الحال نرجعوا للحسنيه وتتكلم معنا في هذه النقطه، وقبل منها منى كنعرفوا جميع بان التوتر او الستريس من ضمن المشاكل العصر اللي يمكن انها تعطينا مجموعه من الامراض العضويه، واللي يمكن انها كما قلتي تكون فاكتور ديكلونشور ديال مجموعه الامراض. وتنعرفوا بانه الى ارتفعت نسبه ستريس تجاه شي مشكل عندنا، مثلا فرضا انسان مصاب بالسرطان وطلعت عنده نسبه توتر فيما يخص هذا الجانب، هذا كيضعف
من مستوى الجهاز المناعي ديالو، وبالتالي هذه المساله هذه كيصبح عندها واحد التاثير كبير حتى على طبيعه العلاج وعلى تفاعل العلاج معه. فهنا كيفاش نقدروا اننا نوضحوا هذه الصوره اكثر للناس؟ هذه القضيه هذه شوفا سكينه، حنا لا بيرسيبسيون ديالنا، انا نعطي واحد المثال بسيط اللي كنا نقدروا نعيشوا. دخلتي للبيت شعلتي الضو بان لك واحد الحنش كتنقز اللور وكتخلع ودات كلها كتعيط عليك امونا ما بان لك غير هذاك زعما انا عندي معاه مشكل حيت كلنا نقدروا نديروه فهمتي باش يكون مثال بسيط ومبسط للجميع. خلي عليك المرض يمكن ماشي كلشي عاش المرض فما يقدرش يحس به. صاحب شداتك الخلعه بقيتي كترعد ولا بان لك شي جن ولا بان لك شي قط ولا بان لك شي ما يمشي حاجه غير طبيعيه كترعد وكتغزل وقلبك كيدق 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 وعراقيتي وركبك ما قدرش توقف عليهم ياك. هذه كلنا نقدروا نعيشوها. واحد الساعات تقدر تمشي كتجري تقدر تهرب تقدر تعيط لماما تقدر تعيط لي معك في الدار اتسفاها. اذا نشوف ذاك حاله الهلع اللي وقعت لك لان الادراك ديالك شنو بين لك. واحد الساعات تشجعتي ولا هذاك اللي معك شجعك ورجعتي وشعلتي الضو ما لقيتي ولا قط لا فار لا جن لا حنش لقيتي شي حبل ولا لقيتي شي مونيكا ديال ولدك تما كتلعب ولا لقيتي شي حاجه شنو رجع؟ رجعت واحد حاله من الطمانينه واحد هذا وبديتي كتضحك على راسك ويلي ويلي مت بالخلعه. نفس الشيء دونك لا بيرسيبسيون او الادراك ديالنا شوف كيفاش كيكون. فانا مين كيمشي اذا هادو هرمونات داك الساعات كتمشي ليا الجسم ديالي المره الاولى مين كنتخلع والمره الثانيه مين كنطمئن. كاينين واحد التغيرات فيزيولوجيه وهرمونيه وفي لي نورو ترانسميتور داك الساعات كيكونوا. اذا انا كنشوف مرض السرطان الموت نهايه العالم اذا شنو داير لو سيستيم ديالي الدخلاني لا الشيمي ديالي كلها الكيميائيات ديال الجسم ديالي كامل كنخربقها. فالتق ليمونيتي كتكلسه يعني المناعه اللي عندي اصلا كتقدر انها تساعدني وكتقدر كتعاون حتى داك العلاج الخارجي باش انه يخدم معايا وباش انه يوقف معايا كنهرسها. كيولي عندي دي فاكتور لداخل كيوقفوا العلاج كيبلوكيو كلشي. وهذا الشيء راه دكتوره حسنيه تقدر حتى هي تتكلم عليه لان تبارك الله هي راه متخصصه في المجال وتعطي كاع الاسماء والتصنيفات. حنا غير تنبغيو نبسطوا باش اي واحد السيده ولا السيد اللي ما قاريش والسيد اللي يكون عنده الدكتوراه في اي مجال يقدر يتبع معنا ويفهمنا ويعرفنا شنو كنقولوا. فهنايا كنبلوكيو داكشي باش المرافقه النفسيه كتبدا من الطبيب اللي كيقول لك الخبر لا حتى كيجيو المتخصصين اللي كيرافقك باش داك العلاج. لان كل ما كانت واحد الطمانينه كل ما كان واحد التقبل كل ما كانت طاقه ايجابيه كل ما كيكون العلاج اسهل كل ما كيكون العلاج مستمر. ورا دكتور حسني هضرت انا وياه كذا مره على هذا وكذلك مع متخصصين اخرين في هذا مجال الاورام ان المشكل ان بزاف الناس من بعد واحد المده ما كيبقاوش كيتبعوا العلاج كيقول لك لاش انموت انموت اذا لاش. فهنايا هذا هو ان الادراك ديالنا مين كيتبدل راه الداخل راه ما تنهضروش على اشياء راه ما تنهضروش على وصف حديقه راه ما كنهضروش على فلسفه ما كتحسهاش راه كنهضروا على واحد زائد واحد كتساوي جوج. الا كانت طاقتك الايجابيه مرتفعه الا كان الادراك ديالك ايجابي الا ربطتي راسك بالاساسيات وبلي بيلي دو لا فيو وبلي بالاسس راه اكيد هذاك الشيء لا الشيمي ديالك واحد زائد واحد الدخلانيه ديالك كتولي معاونك باش انك تتبع العلاج باش انك باش حتى داك الادويه اللي كتاخذها كتعطي مفعول اكثر وباش انك تتحمل داك الشيء. عرفتي سكينه هنايا نقسم معكم واحد التجربه كانت دارت شدوا ناس جوج المجموعات الياتوار وقالوا لهم نعطيكم لا شيميوثيرابي نعطيكم لا شيميوثيرابي وغير هي لا شيميوثيرابي ما هدوزلكمش في الدم تاخذوها كوم دي بيلول. مجموعه ما عطاوها الدواء الحقيقي ومجموعه عطاوها دي بلاسيبو عطاوها ان كومبريمي دو سكر كومبريمي خاوي ما فيه والو مي غير عارفين ان داك لو كومبريمي كيسحب ليهم ان سي دو لا شيميو. تخيل سكينه ان 80% من الناس اللي خداو لو كومبريمي دو سكر كانت عندهم اعراض اللي متعارف عليها كديرها لا شيميو بمعنى بداو كيطيحوا ليهم الحجبان والشفران والشعر وبداو تيردوا من بعد ما كياخذوا داك لو كومبريمي كيردوا وكيسخفوا وكتشدهم الدوخه وكيشدهم الحريق لان هادشي كامل كيسمعوه من الناس وحدين اخرين. فهنايا هي باش ولات شي كيلعب علينا دور كبير في اي حاجه في الحياه ان تترد وتتحس بالحريق في المفاصل وعينك تيخرجوا لي السغد وانت داكشي كله مخدمه بدماغك. فهذه تجربه بسيطه واللي معترف بها ويدخلوا الناس ويقلبوا عليها ويقلبوا على زوريجين ديال هذه التجربه. داكشي باش الجانب النفسي الادراك والطاقه الايجابيه ضروريين جدا ماشي غير في مرض السرطان غير هو في مرض السرطان لانه مرض اللي عنده واحد لا كونوتاسيون عنده واحد العبء نفسي ومجتمعي كبير جدا خاصنا نخدموا عليه وخاصنا نتغلبوا عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. طيب
طبيعه الحال منى، وهذو نقاط اللي مهمه اللي شرتي لها، وانا غادي نمشي للنقطه اللي انت بغيتي استاذه الدكتوره حسنيه عفوا تتكلم فيها. دكتوره حسنيه، للاسف انا كنقول بانه مهنه الطب ما تعطاتش لكل شيء، وحتى بعضهم تهيني الطب ربما راه ما عندهمش القدره على انهم يمارسوا هذه المهنه هذه، خاصه في بعض الاختصاصات اللي حساسه جدا، ملي كيكون فيها واحد التواصل مع الاخر وايصال المعلومه بواحد الطريقه معينه. ربما كانت كنتكلموا على مجموعه من المجالات اللي كتعتمد على فن التواصل. انا كنشوف مهنه الطب وبعض الاختصاصات هي من 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 من, من الاختصاصات اللي كتعتمد بشكل كبير على فن التواصل. كاين بعض الاطباء اللي ما عندهمش قدره مثلا على انه يوصل لك الخبر بشويه، او لا يوصل لك بواحد الطريقه تواصليه اللي هي صحيحه، ماشي فقط غير في الاورام، انما في اختصاصات متعدده. وكاين بعض الاطباء ربما اللي ملي كتمشي عنده ملي كتدخل من الباب اون فوا كتشوفو كترتاح، يعني حتى في طريقه العلاج ديالو كيفاش غيشخص المرض، كيفاش غيدوي معاك على المرض، شنو غيقول لك، واخا يقول لك ماشي السرطان، واخا ما شنو يقول لك، كيبدا يبان لك الامور كلها سهله، تقنيات، شخصيات، طريقه معينه، الله اعلم بالفرق شنو هو. ولكن كاين بعض الناس اللي عندهم هذه القدره. ملي كنتكلموا على اخصائي في الاورام، يعني عندكم واحد الحساسيه مفرطه، واحد الصعوبه مفرطه، لانك كتبقى انسان، كاينه حالات كتعرض عليك اللي كتكون صعيبه، كاينه حالات اللي كتلقى المحيط معدي عليهم وكتشوفي داكشي بعينيك، كاين حالات اللي كتصعب عليك باش تقنعيها. فاون فوا كتشدي قدامك النتيجه وكتلقاي بانه فلان اللي قدامك مصاب بالسرطان، كيفاش انت كاخصائيه كتفعلي وكيفاش كتقدري توصلي المعلومه للطرف الاخر؟ مرض السرطان كيف ما قلنا ماشي كباقي الامراض، هو واحد المرض اللي فيه جوج الحوايج، مرض مزمن، مرض ثقيل، العلاجات ديالو ممكن تدوم مده طويله، فوار ممكن تبقى ترافق الانسان طيله الحياه ديالو. واحد المرض اللي ما كيمش غير هذاك الشخص، كيمس الحياه الاسريه ديالو، كيمس المجتمع ديالو، فهنا ما كيبقاش مبني غير على العلاجات اللي غادي توفريها لهذاك المريض. كتجي العلاقه لو كونتاكت ميدسان باسيون، ولا العلاقه بين الطبيب وبين المريض، كتلعب انا في نظري كتلعب اكثر من 95% ديال العلاج. فهي اما هذاك المريض غادي يتصنت لك، غادي يتقبلك وغيتقبل المرض ديالو، وغادي يتلقى هذاك التشخيص بواحد الكيفيه اللي غادي يستوعبها، واللي غادي تعطيه واحد الامل في العلاج، وغادي ومن تما غياخذ القرار ديال انه غيسلك ديك المسيره ديال العلاج اللي هي مسيره طويله، مسيره مضنيه. وإما من هذيك العلاقه من الاول كيوقع واحد الشخص وكياخذ القرار ديالو انه ما غاديش يكمل. للاسف كيف ما قلتي لا فورماسيون ميديكال كتكون منصبه في ميدان الطب الاكثر على العلاجات، على طرق التشخيص، على التقنيات العلميه، على كيفاش، على شنو هي احدث صيحات الادويه اللي كيعطيو الاكثر نجاعه في العلاج. ولكن لي فورماسيون ولا لي سيمينار اللي كيكونوا متوجهين انهم يلقنوا الاطباء كيفاش نعلن بعدا على مرض السرطان لهذاك الشخص والعائله، راه قلال بزاف. الا ما مشاش الطبيب هو قلب عليهم ومشى الى في هذاك الى في هذاك لو بوزوا وديك لا فولونتي انه يمشي يقلب عليهم ويعرفهم باش يحسن من المردوديه ديالو وباش يحسن من العلاقه ديالو مع لي باسيون ديالو، راه ما كاينش. راه هنا اللي كنقولوا تشخيص، ملي كنتكلموا على تشخيص ديال مرض السرطان، راه ما عمر طبيب ما كيجي دا سلكو. نقدر نعطيك مثال بواحد مثلا مريض اللي عنده سرطان في المرحله الرابعه، يعني السرطان ما بقاش غير في الموضع ديال مثلا، ما بقاش غير سرطان في الثدي ديالو، الوغ ولا منتقل لبزاف ديال المواضيع، مثلا ولا منتشر عنده في الرئه ومنتشر في الكبد. هنا ما كنبقاوش نهضروا على علاج كلي، كنهضروا على واحد المرض مزمن اللي غيبقاو العلاجات طيله حياه هذاك الشخص. فمن دكتوره الا سمحتي لي في هذه النقطه، واش كندويو على ستاد فينال ولا كندويو على مراحل العلاج؟ لان كاين اللي غيسمع بحال هكا غيقول لك صافي سي ستاد فينال، صافي خاصني نجلس نتسنى الموت. كاين اللي غيقول لك لا انا غنبقى نتعالج الى اخر نفس، والموت بيد الله سبحانه وتعالى، والحياه ايضا بيد الله سبحانه وتعالى. دابا المرحله الرابعه اللي هو اللي شحال هذيك اللي كنقولوا لو ستاد فينال، في مرحله السرطان ما بقاش لو ستاد فينال، المرحله الرابعه ولات كمرحله ديال العلاج، كواحد المرحله اللي كيبقى الواحد عايش من موراها عشرات السنين بالعلاجات ديالو. عندنا مجموعه ديال لي كارت، مجموعه ديال العلاجات نستعملوا الاولى، الا ما خد الوغ ملي كي الوغ بدات تخسي البروغريس، الا كان المرض
كيقاوم ولا المرض ما كيستجبش العلاج الاول، كاينين مجموعه من العلاجات اللي بين يدينا اللي كتخلي هذيك المرحله الرابعه ما هي غير مرحله ديال العلاج وماشي مرحله نهائيه. راه هذه اللي خصو يدخلوها الناس راسهم، ما بقاش المرحله الرابعه هي مرحله ديال الموت، هي الاستاد فينا اللي كيجلس السيد في الدار ديالو وكيتسنى الموت. لا، ولاو دابا علاجات اللي كيقدروا يعطيونا بعض المرات، باغي كنقولوا حنايا بالتيغ ميديكال دي ريبونس كومبليت، يعني استجابات كليه. يعني ميم المراه اللي عندها مرض السرطان منتشر في الكبد ومنتشر في الرئه ومنتشر حتى بعض المرات حتى في لو سيرفو حتى في الدماغ ديالها، غير بعلاجات كيماويه وبديت كنقولوا حنا ثيرابوتيك سيبلي ولا علاجات موجهه اللي الحمد لله توصل ليها العلم حديثا، قادرين على اننا نوصلوا استجابات كليه، يعني اننا نمسحوا المرض من جميع الجهات ولا المناطق اللي كان فيهم المرض. وكتبقى غاداس لو تريتمون دو ماتونس، كنقولوا علاج اللي كيبقى بحال اللي كنقولوا بحال لقاحات اللي كتبقى تاخذهم مره كل 3 أسابيع، وهي عايشه حياتها عاديه، لا حياتها الاسريه لا حياتها المهنيه. واللي ماشي يكون قلنا في الاول نقولوا مرحله رابعه يعني الموت. لا، الو هادشي اللي خصنا نشرحوا للناس، المرحله الرابعه ماشي مرحله الموت، هي مرحله من المراحل اللي عندها العلاجات ديالها، اللي كيبقى الانسان عايش بالمرض ديالو كمرض مزمن وكيتلقى العلاج ديالو بواحد الشكل عادي وعايش الحياه ديالو بشكل عادي. نعم، كاين ريجيمات معينه، كاين مثلا نظام غذائي معين اللي كيتنصح به خاصو يحترمو، بحال السكري بحال الضغط الدموي بحال. شكرا بزاف على هذا السؤال. على هذا السؤال سكينه، حيت كاين اللي كيقول لك لا الكونسون خصني نبقى ناخذ السكريات، خصني نبقى ناخذ كذا، خصني نبقى ناخذ كذا، خصني نبقى ناخذ كذا. زوين اننا نشيرو في هذه النقطه حتى هي. انا للاسف عندي واحد 90% ديال لي باسيون اللي كيجيو لعندي كيجيو بواحد الهضره اللي جايينها من الوسط ديالهم. الوغ مول السرطان ممنوع عليه جميع المشتقات الحليبيه، الوغ ممنوع عليه الحليب، ممنوع عليه الجبن، المشتقات الحيويه، الوغ كلشي اللي مصدر حيواني، الاغذيه اللي ذات مصدر حيواني، ممنوع عليه اللحم، ممنوع عليه البيض، ممنوع عليه ما خصو ياكل حتى شي حاجه، ما كنعرفش شنو كيخليو ليهم. مي بون هادشي هذا هو المعروف. قول لك اش خلاو ليه. بحال هكا هادشي دكتور حسنية غديري الدواء ديالك انا غناكل كلشي. للاسف كيجي هذاك المريض مسكين الوغ اللي كان كيوزن 60 65 كيلو ولا 70 كيلو كيجيك ب 45 كيلو، علاش اشنو المشكل؟ لا راه قالوا لي الوسط ديالي راه داك البيض وداك الحوت واللحم وهذا كيزيدوا يفوروا داك المرض السرطان وكيخليه ينتشر في الجسم ديالك فما خصكش تاكل. الوغ هذا ميساج اللي كنمروا للناس كاملين. الوغ كل مريض ولا مريضه بمرض السرطان كيكون الجسم ديالها الوغ خصنا نهيئوه لواحد العلاجات اللي هي ثقيله، يكون بالكيماوي، يكون بالعلاجات الموجهه الحديثه، يكون العلاج بالمناعه ولا العلاج بالاشعه، فكنوضعوه تحت من ديز بروف دو ستريس، يعني كنديروه من تحت من واحد الضغط. عدد كبير من الخلايا اللي كيموت وعدد كبير من الخلايا اللي كيعاود يتجدد وكيعاود يحيا، وهذا الجسم باش نمكنوه باش يدير لنا هاد التفاعلات الكيماويه وباش يدير لنا هاد لا ريجينيراسيون سيلولير ولا اعاده تجديد الخلايا ديالو كلها، لازم من واحد المصادر ديال التغذيه ولازم من واحد التغذيه اللي تكون متوازنه. فالله يخليكم. الوغ اللحم راه ما ممنوعش عليكم، راه ككل انسان ممكن تستهلكوه مره في الاسبوع، وانا كنقول مره في الاسبوع، راه حنا معروفين المغاربه بدوك الطويجنات ديالنا اللي بالخضار اللي مليئين بالفيتامينات، ما كاين حتى شي مشكل. نستهلكوا الاسماك على الاقل جوج المرات اسبوعيا. الاسماك هي مليئه بواحد الاحماض دهنيه اللي كتطلع من الجهاز المناعي ديالنا وكتخلينا نجددوا ديك الطاقه اللي كتهضر مع الكيماوي او مع الاشعه. بزاف كنعرفوا بانه الناس اللي تحت من الكيماوي كتنقص لهم الشهيه بزاف، وكيمشيو يتوجهوا للصيدليات ولا يتوجهوا كيقلبوا على مواد اللي كتفتح الشهيه. فانا نقول لكم واحد الحاجه اللي سهله بزاف، لي ساردين كلشي دوك الاسماك الدهنيه، لي ساردين لي زونشوا ولا لانشوبه ولا السلمون، هادو فيهم واحد جوج ديال الاحماض الدهنيه اللي كيستخلصوهم دابا لي لابوغاتوار وكيبيعوهم لكم بواحد الاسماك اللي هي باهظه، منها دياشا من لوبيا اللي هما واحد الاحماض الدهنيه اللي كتفتح الشهيه بواحد الشكل جميل بزاف، كتوليو باغين غير ما تاكلوا. فاستهلكوا الاسماك، هذا حل بسيط بلا ما توجهوا للصيدليات. الخضر والفواكه منظمه الصحه العالميه
كيف اللي مريض بالسرطان ولا اللي ما مريضش بالسرطان خصنا على الاقل 5 ديال الخضر والفواكه يوميا، ما نساوهمش في الماكله ديالنا. بالنسبه نشجع دائما على زيت الزيتون، نبعدوا على اي حاجه من المقليات، اي حاجه نديروا زيت الزيتون. انا كتخصنا جميع اللي رايحه بصحته بصفه عامه راه خصو يدير هادشي. فوالا الوغ هادشي ما عندهمش واحد لو ريجيم، اللي ما عندهمش واحد نظام غذائي ولا واحد الحميه اللي هما خاصه بمريض السرطان واللي ما غيديرهاش الانسان العادي. فالنصائح ديال التغذيه السليمه اللي غنعطيوها لمريض السرطان هي اللي غنعطيوها لانسان عادي. نشجعوا على التمارين الرياضيه، راه واخا يكون الانسان تحت من العلاج راه غير المشي احسن 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 رياضه كنقولها وكنعاودها راه هي المشي. وهي صغي واحد 3 دقائق في النهار راه حنا درنا انجاز، 3 دقائق راها كافيه. نعم، يعني دكتورة حسنية في هذه النقطة بالضبط ديال تجديد الخلايا اللي انا كتكلمتي عليها، حسب معرفتي حنا كلنا الان كاشخاص طبيعيين مثلا والله اعلم بالقادم، الجسم ديالنا فيه خلايا سرطانية، كنعيشوا بخلايا سرطانية. هذه الخلايا هذه اللي يمكن كتطور، كتقدر تطور وتعطينا سرطانات، او انها كتبقى شاده الوقر ديالها ومؤدبه ومحترمه وظريفه وزوينه وكتبقى في البلاصه ديالها. كاين ناس اللي كيسمعوا اننا كنعيشوا بخلايا سرطانيه كيقول لك لا ما تقولش لي خلايا سرطانيه، ما تجبدش هذا المصطلح ديال السرطان، ما تقولش راه حنا فينا هذه المساله ديال، نبغي واحد التوضيح في هذه النقطه باش ما يبقاش يخلعنا هذا المصطلح. صافي السرطان كنعيشوا به، كنحياو به، كنستمروا به، نهار كيتقلق راه كيخرج كيبين لنا سنانو، ملي كيكون مؤدب ومحترم وظريف راه كيبقى معنا عايش معنا حياته عادي. أسئلتك جميلة وطريقة الطرح أجمل، تبارك الله عليك لالة سكينة. ألوغ هادي حاجة زوينة، ألوغ كل واحد فينا خصو يعرف بأنه الجسم ديالنا كله خلايا، هاد الخلايا اللي كتجدد كل نهار 24 ساعة على 24 ساعة، خلية كتموت وخلية كتكون من جديد. ألوغ هاد الخلايا وهي كتبدا كتبعت ولا كتنقسم باش كتعطينا خلايا جديدة، فكل نهار في بعض الخلايا كيوقع أثناء الانقسام بعد الخلل في النسخ الادين، نسخ داك الخبر الوراثي ديالنا، وكتخرج واحد الخليه اللي هي كنقولوا حنايا ماشي هي هذيك، هي راه هي ديك الخليه السرطانيه اللي كيكون الخبر الوراثي ديالها مبدل وماشي عادي وفيه طفرات. غير هو الجسم ديالنا بالمناعه ديالو اللي عطاها لنا الله عز وجل كاينين واحد الخلايا مناعتيه بحال هذوك البوليس، بحال هادوك البوليس اللي عندنا في الجسم ديالنا. الوغ كاسين اشنو الخدمه ديالهم؟ غير كيدورو فيما كتبان لهم شي خليه اللي هي سرطانيه ولا خليه اللي هي ماشي عاديه، كيمشيو كينقضوا عليها وكياكلوها. كنقولوا حنايا لافاغوسيتوس. الوغ كاينين واحد الخلايا وحدين اخرين اللي هما الخلايا اللي كيلعبوا بحال الدور ديال الشرطه، كيمشيو كيهجموا عليها وكتحطم وكتهدم باش ما كيخليوهاش تمشي تكاثر وتعطي نسخ بحالها. الوغ هذا اللي عنده الجهاز المناعي ديالو خدام بواحد الشكل مزيان. بعد المرات حتى قبل ما كتوصل انها تكون خليه، غير هو ملي كيوقع داك الخلل في الخبر الوراثي ولا ديك الطفره اللي غادي يخليها تكون لينا خليه سرطانيه، كيجيو بعض واحد الانزيمات اللي هي انزيمات مصححه بحال داك السيروم الاحمر، كتجي كتقول له لا ما كانش عندك هذا الحمض الاميني تحطوه هنا، خصك تحطو هنايا وكتقاد لينا داك الخبر الوراثي وكتصحح لينا ديك الخليه. فهنايا هاد تكوين خلايا سرطانيه كتكونوا خلايا سرطانيه على مدار 24 ساعه، وعندنا واحد الخلايا اللي هي على شكل خلايا شرطيه نقدروا نقولوا من الشرطه، اللي كتكون سهرانه 24 ساعه على انها تزول لينا هاد الخلايا السرطانيه ولا على انها تصحح لينا دوك الطفرات اللي كيوقعوا في الخبر الوراثي ديالنا، وبذلك كنكونوا محميين من هاد السرطان. الله يعطيك الصحه هاني فيتك، عجبني هاد التدقيق اللي قدمتي دكتوره حسنيه. انا غادي نرجع عندك لكن لازم حتي لي غنتقل عند منى. منى كاين بعض الناس اللي كيقولوا بانهم اللي كيتصابوا الناس بسرطانات معينه سواء تقبلوها ولا ما تقبلوهاش، كاينه بعض العلاجات النفسيه اللي من الجيد انها تكون مصاحبه، مثلا
المتابعة النفسية بطبيعة الحال عن طريق الجلسات النفسية، وبطبيعة الحال عن طريق التطوير الذاتي، بحيث أنه كيكتسب داك الشخص بعض التقنيات ديال التحكم في الذات ديالو، كيفاش يتقبل المرض، ربما كتوصل لأنه يوجه ناس بروفيسيونيل بحالك الأخصائي النفسي. وهذه مسألة اللي كنحترمها فيك منى، حيت أنت ملي كتوصلي للسقف ديال العمل ديالك كتوجهي الشخص اللي قدامك للمكان اللي خاصو يمشي ليه. هذه ما كيديروهاش بزاف الناس، جات فرصة باش نقولها لك ونقول لك الله يعطيك الصحة عليها، رحم الله عملا فأتقنه. وكاين بعض الناس اللي كيقولوا بانه كاينه بعض التدخلات النفسيه اللي كتعاون كما قلت، فحال اليوغا، فحال علم الطاقه، فحال مثلا كاين اللي كيقول التنويم الايحائي ايضا، رغم انه المتخصصين عندنا في المغرب راه ماشي كثار على رؤوس الاصابع، باش نكونوا حقانيين في هذه المساله هذه، خاصه في هذا الجانب ديال التنويم او الايحاء، لانه خطير جدا. يعني الانسان خصو يعرف راسو عند من كيمشي وشنو كيدير. انا كنقول الا الجانب النفسي ما معاش اللعب. فواش انت مع انه هذه الامور يمكن تعاون على اننا نقاو داك لا بغينا نقولوا الهدوء والسلام الداخلي، باش يمكن نحاربوا هذا المرض هذا؟ انا جو في كونستروير ان انبني هذا الجواب ديالي على هادشي اللي شرحته لينا الدكتوره حسنية بهذه الطريقه الجميله جدا، وفكرتني في ذاك البرنامج اللي كان عندنا ملي كنا صغار، الى تاتي الفوا لافي، راه بحال هكا كان كيبين لينا الخلايا البيضاء كيفاش كانت، هذاك البوليسي كيبان لي شي حاجه كيمشي كيوقف. راه فعلا شوفي سبحان الله العظيم الجسم ديالنا كيفاش انه مؤهل، مين كيكون عنده واحد التوازن واحد النظام طبيعي، انه مين كيوقع الخلل يا اما كيمشي يصحو كيمشي كيقول عافاك هذا الارض الحمض الامنيه راه ماشي بلاصتو، رد الله يخليك لهنايا، ويلا خرجت الخليه عوجه كيمشي كياكلها كيهضمها وكتلاح. يعني الجسم الا كان في واحد السكينه والهدوء والطمانينه، وكاين الجهاز المناعي خدام مزيان، وكاين التوازن الداخلي، راه الجسم مؤهل انه يعني في الاصل الجسم ديالنا راه ما كيخرجش اللعيبه منى، ها حنا كنخرجوا الادب والصوت لاخر لحظه. البوليس ديالو خدام باش انت تكون بخير، لان راه الخليه السرطانيه واحد الخليه حماقت ما خرجت، خرجت على الطبيعه ديالها، حنا اللي كنحمقوها. داكشي باش كنرجعوا كنقولوا كاين اسباب نفسيه، وكاين اسباب في المعتقدات، وكاين اسباب في اداره التوتر في الحياه ديالنا، وفي الضغط وفي الازمات. علاش؟ لان من كنخربقوا داك الجهاز الداخلي، لا الشيمي ديالنا مخربقه، لا الادرينالين طالع هابط، لي نورو ترانسميتور طالعين هابطين، الهرمونات السعاده ما كاينينش، وكاينين هرمونات ديال القلق وهرمونات ديال التوتر، وحنا في واحد الدائره وما كنردولهاش البال. علاش نقول الدكتوره حسنيه قالت لك، وهذه انا ماشي متفقه معها 100% 100 مليون 1000%، ان التغذيه الصحيه راه علينا كاملين، ماشي غير مريض السرطان، كاملين. انت باش تكون بصحتك، باش تكون صحه جيده، خصك يكون عندك واحد التغذيه سليمه. راه اللحم راه مره في السيمانه وبارك، اللحوم الحمراء باش نكونوا بصحه جيده، زعما ماشي راه ماشي كتحرم منه الا مرضتي من مرض السرطان، غير كتولي كتعاود تقد حياتك. هذه حاجه اخرى. كاين ليجين دو في، ليجين دو في راه هي هذه، راه هي الجانب النفسي والجانب ديال المشاعر والجانب العلاقاتي ديالك، العلاقات ديالها، والجانب الصحي والجانب المهني والجانب المادي، مجموعه من الجوانب باش يكون داك التوازن وباش يكون داك الحياه السليمه. اذا حنا ملي كنخدموا على التوازن، ملي كنخدموا على هادشي، راه بالطبع راه حنا اصلا كننقصوا من 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 نسبه الاصابه بالمرض، وماشي غير هذا المرض، هو وامراض اخرى. دابا لا قدر الله ربي عطى هذا المرض، او الجسم ديالك صافي بان فيه هذا المرض، فهنايا ملي كنعاودو نرجعو داك الهدوء كما قلنا قبيله، كنساعدو على تقبل العلاج، كنساعدو داك الخلايا البيضاء باش تهيئ تنوض وتعاونك ودير العمل ديالها، كنساعدو ان المرض ما ينتشرش بطريقه اكثر، وكنساعدو انك انت تعيش الهدوء النفسي، لان كل ما كان الهدوء وكل ما كان التوازن وكل ما كان داك ليكيليبغ، وكل ما كان كتولي كتشوف المرض كتقول هذا مرض ياك، شنو الرساله اللي كيعطيني هذا المرض؟ هذه من الاشياء اللي كنشتغل انا بها، وماشي غير في مرض السرطان، في مجموعه ديال التجارب اللي كتقدر تكون صعيبه، اشنو الرساله الايجابيه اللي عندي وراء هذه الكارثه او هذه المصيبه او هذا المرض الخطير او هذا الشيء اللي وقع ليا او هذا، اشنو هي الرساله الايجابيه؟ لان حاشا الله عز وجل واش يكون الرسائل ديالو فيها السلبيات، دائما كيبغي يقادك، دائما كيبغيك تكون في احسن صوره، دائما كيبغيك تكون في احسن الاشياء. فاذا تعلم تقرا داك الرساله، وهنايا كنخدموا بالتنفس باش كنرجعوا داك اللي كيليبغاش، كنخدموا بليزافيرماسيون بوزيتيف. لهذا قلتي الايحائي، سكينه داك الايحائي اللي تكتغيب قليل وقليل جدا، وشخصيا ما كنعرفش شي حد كيقول لي ما كاينش،
شوف انا ما تنعرفش الناس اللي كيديروه شخصيا، كنشوف داكشي اللي كيدار في لو سيرك في لو تياتر ايتو، ما عارفاش درجه الصحه ديالو. هذا انا كنقول، مي كنعرف كاين التنويم الايحائي اللي كيقدر يوصل لهاد الدرجه على برا، شتو هنا في المغرب ما نقدرش نجزم. منو التنويم الايحائي هو واحد العمل اللي تقدر ديرو انت لراسك، لان داك لو ديسكور عتي قبيله كنت كنخدم على واحد الموضوع ديال القياده لو ليدرشيب، وفي واحد لا بارتي تيتكلموا على القصص اللي كنعاودوا لراسنا، الدراما اللي كنعيشوا فيها. ورا نفس الشيء، راه ماشي المشكل في المرض ولا في العلاج ولا ولكن القصه اللي كنبقى نعاود لراسي انا ا لونغور دو جورني، كنبقى نعاودها لراسي نهار وما طال. المرض هيدير ليا، هيفعل ليا، هيترك ليا، شمندن اش هيقولوا اش هيعملوا. اذا ها هو ده المرض، شكل عطمة انني نستعد ونقاد التغذيه ديالي ونقاد النفسيه ديالي وناخذ العلاجات ونعرف راسي كيفاش نعاود نغيكيليبري ما في. كنبقى كنعاود لراسي في قصص سلبيه، فهنا التدخل النفسي او اليوغا او لا ريسبيراسيون او غير هادشي كاع كامل، خاصو يكون واحد الشخص او واحد الشخصه اللي كدير هاد المرافقه هادي مع داك المريض ديال مرض السرطان او حتى امراض اخرى، باش حتى ملي كيمشي يدير له يوغا ولا هذا كيكون واحد الانسجام ما بين هاد المجموعه ديال التقنيات. اللي ماشي فقط غير كي يعني خاص ديك الامور تتحط في بلاصتها بالنسبه للمصاب بالسرطان ولا غير السرطان طبيعه الحال. ان داك التقنيات من يخدم يكون واحد الانسجام، ماشي مثلا مشى عند واحد، نقول مثلا الانسان عنده الامكانيات الماديه وقدر يمشي عند ان ميتر في اليوغا وان ميتر في ريسبيراسيون وان ميتر في هادي، فهذا كيخدم معاه بواحد الطريقه وهذا كيخدم معاه بواحد الطريقه والمرافق النفسي كيخدم بواحد الطريقه وكنوليو في الروينه. راه كل حاجه بالعقل. راه الا شديتي وكليتي 10 كيلو ديال الفواكه في نهار واحد، واش هذا كيضمن لك صحه جيده؟ لا، من نجزم لك من الان الا شربتي 10 لتر ديال الماء في نهار واحد، واش هذا معناتها انك صفيتي السموم كامله من الجسم ديالك؟ لا، يمكن كاع هلكتي المعده ولا فيسي والكلاوي ديالك داك النهار. فاذا حنا كنهضروا على قليل ومداوم في الجانب النفسي، في الجانب ديال لو ريكليبراج، في الجانب ديال الرياضه، في الجانب ديال الصحه، في الجانب كنخدموا على ان ايكيليبر، كنخدموا على التوازن. داك القضيه اللي كتقدر انت تعملها باش، لان شوف تي عطيتك كور ديال اليوغا ودلا ميديتاسيون وديال هادي وعطيتك 10 ديال التمارين في النهار، ما بقالكش الوقت باش تعيش. الوغ هاد التمارين وهاد المرافقه بالعكس راه خصها ترافقك باش تعيش بطريقه احسن، كتولي عندك هي توصل واحد المستوى ديال العيش طبيعي وانت بهاد المرض كتعالج اكزاكتو. وكنخدموا على هاد الوصول الى الطمانينه باش تقوي داك البوديس اللي عندك باش يولي حتى هو مساعدك في العلاج. انا منى من هاد النقطه صراحه الوقت كيمشي بسرعه والنقاش معكم حلو فيه بزاف ما يتقال، ولكن هاد النقطه بالضبط اللي قلتي بغيت نعطي عليها بعض الامور اللي يمكن تقاسموها معايا. انا ما كرهتش تعطيوني نماذج الحالات اللي هي ايجابيه وسلبيه، انا غنبدا بنموذج ديال واحد السيده اللي كنحترمها وتنقدرها وتنقولها برافو عليك. عمرني ما شفت شي وحده اللي تحدات للسرطان بهذا الشكل هذا. هي على اي حال هي مهاجره ما كايناش في المغرب، ولكن الغريب هو انه تصابت هذه السيده بالسرطان والسرطان سرح، يعني يمكن نقولوا ما بقاش ربما وصل لمرحله رقم 4 كيف ما قال الدكتوره حسنيه. هذه السيده كتعالج. الغريب في الامر هو ان هذه السيده وقت ما حملات كتولد توام، التوأم الأول والتوأم الثاني والتوأم الثالث، عندها 6 الوليدات توائم، ومع ذلك هاد السيدة عمرها ما قالت بأنه غدا غنموت. دائما كدير العلاج ديالها رغم أنه المرض كينتقل من بلاصة لبلاصة، كدير العلاجات ديالها. واحد إنسانة مقبلة على الحياة بواحد الصورة اللي أنا شخصيا يعني وجات لي فرصة باش كما كنقولوا جو لو دوماج. أنا كنبقى مستغربة، يعني مي كتكلم معاها هي مشات سفرات مثلا سفرة معينة، مشات لبلاد معينة، دات وليداتها، عايشة حياتها معاهم، تزادت في لو بوا ودارت الريجيم، دارت عملية جويلية باش تحيد الزيادة اللي عندها في البطن ديالها، عايشة حياتها طبيعي. مي كنطرح السؤال كتقول لك الموت غادي تجي واحد النهار، مي انا عايشه طبيعي، الموت ماشي بالضروري بسرطان، تقدر تكون باشياء اخرى، انا عايشه طبيعي. نماذج اللي هي بوزيتيف اللي يمكن انه تعطي واحد الاضافه لاي واحد تصاب بهذا المرض هذا وتشوف بانه هاد السيده مصابه ولدات وليدات وبغاتهم يكبروا وبغاتهم يعيشوا حياتهم، كتحاول انها تضمن لهم مستقبلهم لو ماكسيموم وكتحاول انها تعيش معاهم لو ماكسيموم، ما وقفتش حياتها. سيده اخرى اللي تصابت وبصدق انايا بقدر ما
هي كانت بوزيتيف بقدر ما انا بكيت من داك الايجابيه ديالها، حيث انه كنا كنحاولوا نواسيوها كتقول لك ما واقع والو صافي غادي نتعالج غندير لا راديوثيرابي ديالي غندير العمليه ديالي غنوقف على رجليا ما كاينش مشكل ناخذ الادويه ديالي انا غنهزم بابا هذا السرطان ما عنديش مشكل. بقات محافظه على الايجابيه حتى في العلاج، وهذه مساله اللي زوينه بزاف، مساله اللي هي محفزه بزاف، ومساله اللي كتبين بانه الجانب النفسي كيلعب دور كبير في علاقتنا بالسرطان. نبغيك دكتوره حسنيه ان حتى انت ايضا تعطينا نماذج لانك عشتي معاهم طبيعه الحال قبل ما نوصل ختام اللقاء. يمكن وانت كتهضري على هاد النماذج كنستحضر اون باسونت اللي كنت تبعتها انا اللي كانت كتعاني من سرطان الثدي واللي تعالجات دابا اللي كتكمل دابا غير العلاج بالهرمونات. ضروري ما غادي تسمعنا وكنقدم لها التحيه اللي ولات كتقول لي فلانه قبل من مرض سرطان ولا قبل من تشخيص مرض سرطان وفلانه من بعد تشخيص مرض سرطان. كيفاش ولات واحد المراه اللي كنا كنهضروا على مرض سرطان اللي هو الوفاه اللي هو الاكتئاب اللي هو الخوف اللي هو الحزن اللي هو، فكنهضروا دابا على واحد كتقول لي ولات واحد المراه اللي هي مليئه بالحيويه مليئه بالنشاط مليئه بالامل مليئه بالحياه، اللي كتقول لي كنت في الاول كنعيش كربه بيت همي انني نطيب لبناتي نفيق في الصباح نطيب ونعس، ولكن دابا وليت مراه اللي عندي رساله في الحياه. هاد السيده دابا قدمت الباكالوريوس ديالها وغادي تدوز ان شاء الله وبدات لي بريباراسيون ديالها هاد العام، دارت اون شين يوتيوب اللي ولات كتصاحب المريضات بمرض السرطان واللي كتقدم لهم نصائح في التغذيه ونصائح وكتعاود لهم على التجربه ديالها من ناحيه التغذيه شنو هما لي زاستوس اللي يديروا في التغذيه لي زاستوس اللي يديروا في التجميل في اللباس في لي بارفان في اي حاجه. الوغ فانتقلت من هذيك المرحله ديالي كنقولوا حنايا ديال الضعف ولا ديال فعطاها قوه في العوض باش عطاها واحد القوه عطاها واحد الضعف ولا الاحساس بالحزن ولا الاكتئاب ولا هذا، رجع منها واحد المراه اقوى واحد المراه اللي حامله واحد القضيه اللي قالت لي انا دابا ما بقيتش واحد المراه اللي عاديه اللي همها انها تكمل حياتها وتربي بناتها وتموت من بعد. دابا ولات عندي رساله اللي نمررها للناس، رسالتي هي مرافقه المريضات مرض السرطان ونقدم لهم نصائح ويلقى واحد المصاحبه اللي يمكن انا كنت محتاجه ليها في المرحله في مرحله العلاج ديالي. مرحله سيد اخر اللي عنده مرض سرطان ديال المعده اللي جا عندي للاسف المرحله الرابعه، ولكن استجب واحد الشكل عجيب للعلاج، واللي كنقول ليه انا غير ديك الطاقة الإيجابية اللي كان كيجيني بها واللي كان هذيك كنقولوا هي اللي لعبات أكثر من 99% على أنك تستجب، حيت هذاك العلاج كنلقى واحد 10% في لا بوبولاسيون اللي عطاو دي ريبونس كومبليت باش يعطي واحد الاستجابة كلية وهو مريض بسرطان المعدة في المرحلة الرابعة ديالو. يعني راه وتا هو كيكرر على المسامع ديالي نفس الجملة كيقول لي أنا ما قبل التشخيص وانا من بعد التشخيص انا وليت كنحس بالطاقه الايجابيه كتحيط بيا فين ما مشيت، انا حياتي تبدلات، انا وليت كنحس باشنا هو القيمه ديال العائله، شنو هي القيمه ديال الشميشه اللي كنخرج ليها، شنو هي القيمه ديال العلاقات الاسريه ديالي ديال علاقاتي مع الاصدقاء ديالي. كيقول لي انا تبدلت بواحد الشكل كلي، فمرض السرطان ما بقاش غير داك المرض اللي كيدخل المريض في الاكتئاب ولا في بعد المرات كيعطينا بحال واحد ليتانسيل اللي كترجع لنا الامل اللي كتفيقنا بعد المرات بالقيمه بزاف ديال الحوايج في حياتنا اللي ما كنكونوش رادين لهم البال، منها افراد الاسره منها المهنه ديالنا منها بزاف ديال النعم اللي كيكون عطيها لنا الله عز وجل وما كنكونوش حاسين بها. فيمكن هي فرصه ديال الامتنان، سي اون اوكازيون دو غراتيتود تجاه النعم اللي كيعطينا الله عز وجل. نعم. وانتقل عندك منى بطبيعة الحال هذا الجانب وهذا الشق هذا ديال انه ربما بحال دابا حنا مع كوفيد ربما جات فرصه فين عاودنا حساباتنا كل واحد فينا عاود حساباته بطريقته عرف بقيمه بزاف الحوايج في حياته اللي كيشوفها بسيطه من المكتسبات عادي. دابا ولات كتبان لنا القيمه الكبيره ديال انك تخرج بحريه ديال انك تنزل البحر ديال انك تشرب قهوه في بلاصه معينه ديال انك تلاقى مع صحابك ديال انك توحشنا نعنقوا بعضياتنا توحشنا نسلموا على بعضياتنا توحشنا نحسوا بديك الدفء مع بعضنا، شي حاجه اللي زوينه بزاف. ربما هاد التجارب حتى هي
كما قلنا كتعطيك واحد صفعة فيق كاينين شي حوايج خاصك تعرف بقيمتهم ما دمتي في الحياة. تعطينا صورة منك منى ربما كتقدر كاين شي تجربة. شوف انا ما نقول هنا الا متفقه معكم 100% لان هادشي اللي كنتكلموا عليه ان مهما كانت صعوبه التجربه اللي كتمر فيها بالحياه يعني مثلا مرض السرطان اختي الله يحفظ خرج لك في التحاليل عندك مرض السرطان يعني الصدمه واحد الحاجه اللي كتخلع واحد الحاجه اللي هذا ولكن اشنو تقدر تستفد من هاد الصدمه وهادشي باش خاصنا دابا نبداو كذلك نتكلموا على لان كيما ربطنا مرض السرطان بالموت وبالاكتئاب وبالثقل ديال العلاج وبالردان وبالعينين كي لي سيغن والشفر كيطيحوا وهذا خاصنا كذلك نربطوه بهذه الانواع من التجارب الايجابيه ما هذه الانواع ديال شوف الناس اللي كتقبل المرض وكتحاول تشوف شنو هو شنو الرساله اللي دفعها شنو الرساله اللي صفتها ليها الله عز وجل من خلال هذا المرض شنو تقدر تعاود الحسابات ديالها وشوفوا النتائج الايجابيه اللي كتكون. ونتكلم على واحد المساله يمكن ما هضرناش عليها بزاف هذا النهار وهي ان العائله والمحيط خاصو نعاودوا ليه القرايه لان هذا المشكل هذا او هذا المرض ماشي غير ديال المريض بوحدو راه قبيله شرت لها الدكتوره حسنيه وشرت لها تنتينا سكينه ان المحيط كيفاش كيعاونك كما كيقدر يرفعك كما كيقدر يزيد يهرسك راه شحال من واحد كتلقى هو قوي ولكن ملي كيرجع للدار كيلقى البكا وكيلقى النواح وكيلقى هادي فكيولي كيتالف فتيولي حتى كيبغي يتشجع كيولي كتهبط ليه المعنويات ديالو. هنا خاصنا كذلك واحد الدورة التدريبية ولا واحد نوع من الحملات التحسيسية والتوعوية لهذا المحيط نعرفه بالمرض نعرفه بإعادة العلاقات نعلمه كيفاش يسند هذا الإنسان اللي عنده هذا المرض كيفاش أنه يحقق ليه هذه الإيجابية في الحياة دياله كيفاش يتشارك معه اليوميات دياله وهذا الشيء كلنا خاصنا نديره بالمرض أو بلا مرض لأن ذاك المحيط اللي كتعيش معه للأسف ماشي غير الكوفيد اللي بعدنا التليفونات بعدتنا كتلقى ناس مجموعين في قهوة عائلة خارجين مع بعضياتهم ماشي ما تكلموش على قلب بيت هادو راه خرجوا على برا كل واحد هز تليفونه ولاش خارجين مع بعضياتكم او ان كوبلو خارج وجالسين حدا بعضياتهم كيتعشاو ولا هذا وكل واحد شاد التليفون تيشوف فيه علاش خارجين فما بالك ملي كيكون واحد المرض وكيكون واحد الحاجه اللي كتحتاج الدعم وكتحتاج المرافقه وكتحتاج التواجد فهنايا نعاودوا الحسابات ديالنا ماشي حتى نوصلوا للمرض نعاودوها انت اللي كتفرج فينا انت اللي كتفرجي فينا هذه الليله شوف عاود دير 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 واحد لو بيلان شد جلس مع راسك هز ورقه وستيلو وشوف شوف حياتك كيفاش ممشيه لا من الجانب الصحي لا من الجانب ديال التغذيه من جانب العلاقات العمل كيفاش كتشتغل كيفاش كتخدم على راسك كيفاش كتعيش مع ولادك كيفاش كتعيش مع الزوج مع الزوجه او كيفاش كتعيش مع العمل ديالك ولا مع نفسك نعاودوا الحسابات ديالنا باش شوف كما قالت دكتور حسنيه قبيله بيرسون ني طالابغي حتى واحد فينا حتى وحده فينا ما تقدر تقول لك لا انا ما عمر هذا المرض ما هيجيني كلنا معرضين ايا كانت الدرجه ديال الوعي ديالك او ايا كان المستوى الدراسي او كاين السن ديالك او اذا علاش تتوقع لينا شي حاجه خايبه عاد كنبداو في هذه اعاده الحسابات اجو هذه هي الفرصه نعاودوا الحسابات الان الا كان عندك المرض بوكو با صافي هذا راه دافع اقوى واكبر واشد ويا اون اورجونس باش دير اعاده الحسابات ديالك باش تكون احسن باش تكون احسن ما كانش هادشي اللي نتمناوه للجميع موفور الصحه والسلامه واجي ونفكروا اجي ندير الاعاده علاش نسى تجي الصدمه الكبرى عاد نبدا كندير اعاده الاوراق ديالي. بصراحه انا ما سخيتش بكم ولكن فقط بسرعه رساله مباشره مقتضبه نرجع لك دكتوره حسنيه شنو ممكن لك تقولي في كلمه في جمله الناس اللي كيتابعونا رساله قصيره اللي نحاول نمرر الناس كاملين دابا الدعم النفسي ولا اللجوء لاخصائيين المجال ديال الدعم النفسي دي كوتش بحال تبارك الله الكوتش لالا منى صباحي ولا دي سبيسياليست في لو ديفلوبمون بيرسونيل في لا بروغراماسيون نورو لانغويستيك ما بقاش ان لوكس ما بقاش شي حاجه اللي كماليه اللي من الكماليات سي با ان لوكس سي اون نيسيسيتي الدعم النفسي والمصاحبه النفسيه المريض السرطان ماشي غير المريض السرطان بوحدو بل وحتى العائله ديالو والوسط ديالو ولا اون نيسيسيتي ولا يمكن هذا هو الوقت باش ما يبقاش يخلو حتى شي مركز من مراكز علاج السرطان من مصاحب نفسي لهاد الناس لانه كيحدث لنا واحد الفرق كبير بين العلاج بدون مصاحبه نفسيه والعلاج بالمصاحبه النفسيه. دابا بزاف ديال الناس اللي كيعانيو من بزاف ديال الاعراض بحال مثلا لي فوميسمون اونتيسيباتوار كاين اللي كيشم غير الريحه ديال السبيطار ولا كيفكر بانه الغد اللي جاي السبيطار كيبدا كيرد
هذا العلاج ديالو متوفر وعلاج بسيط، يمكن يسحل في جلسه ولا جوج ديال الجلسات مع مصاحب مع ان كوتش. نعم هي اما بلو اف تي ايموشنال فريدوم تكنيك ولا لا مناسبه يمكن تفسر هذا الشيء وتطيل فيه، ولا كثير من التقنيات اللي كتحيد داك لونكراج نيجاتيف في العوض ما كنبقاو نستعملوا واحد الكينات ولا واحد المهدئات اللي عندهم بزاف ديال الاعراض الجانبيه اللي كتزاد. الوغ رسالتي دابا ما نترددوش على اننا كاطباء وكاخصائيين في علاج الاورام اننا نوجهوا الناس ولا نوجهوا المريضين بمرض السرطان المصاحبه النفسيه، لانها فريمون كتحدث فرق كبير في العلاج. وشكرا. الله يعطيك الصحه، شكرا لك. منى، رساله مباشره مقتضبه في الختام. اول حاجه والله يشهد عليا في هذه الكلمه، الا بهاد لو لايف ولا بدونه كنقول الله يكثر من الاطباء بحال دكتور حسنيه. امين يا رب. لا لا انا حسنيه اليوم عجبتني، ما بغيتش نقول لها زعما خاصك تكون غادي نمشي ندير فيزيتا بلا سرطان. والله العظيم وكنقولها لها في الخفاء زعما هادشي ماشي حدا الكاميرات، الا بيني وبينها كنقولها الله يكثر مثالك، لان عندها واحد دايره الطب ماشي ك شنقول لك، وهي تتحترم النوبل ديال هاد المهنه وكتتعامل مع كل، عرفتي خصك تشوفها كيفاش كدوز الحصص ديالها تبارك الله ما شاء الله، وكيفاش كتعامل وهاد التقنيات اللي كتتكلم عليهم كتقول لك انا كنعملهم، هي كتعملهم كطبيبه، هي كتشتغل بهم مع المرضى ديالها كطبيبه تبارك الله ما شاء الله عليها، وكتكون واحد الحلاوه وواحد الجانب انساني واجتماعي اللي رائع جدا، اللي كيجي واحد المريض اللي يرفض مجموعه العلاجات تيجي تيولي تيستجب للعلاجات كيهذا بفضل الله عز وجل وبفضل الطريقه الجميله والتقنيات اللي كتخدم، لان ما كاينش غير الجانب التقني او الجانب الطبي البحث، وانما كاين هذا الشيء كاع كامل. فتبارك الله عليك حسنيه، والله انا فخوره بان عندنا اطباء بحالك تبارك الله ما شاء الله، وان عندنا طاقات شابه وصلع النبي عليها عرفتي راه واحد الخبره ما شاء الله. الله اكبر. اخر رساله هنقول هي اننا هذا مرض كاين كما امراض اخرى، الا قدر الله وعرفناه اون سو رونسين. اول حاجه الوصول الى المعلومه، جوجل ماشي هو الوصول الى المعلومه، رامي كنحس عندي مرض او كيخرج التشخيص نبعدوا على 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 كل ما هو سلبي، اي عاود لك كيبداو الناس كيعاودوا لك القصص ديال فلان وفلتلان ولا خلي عليك العلاج الطبي وسير غير دير هاد العشبه ودير هاد القضيه ودير هادي، ايه عاون راسك ماشي مشكل، ولكن اول حاجه لو لانفورماسيون نمشي عند اللي نرتاح معاه، هذه ضروره جدا، لان ملي كترتاح مع داك الطبيب او الطبيبه كيكون العلاج اسهل، ونخدموا على الجانب النفسي، قدرنا اننا نوصل المرافقه هذا احسن حاجه، لاننا كتعاوننا اننا نسترجعوا الطاقه الايجابيه ونعاودوا نحققوا التوازن، بل ونخدموا على لي ديكلونشور او الاشياء اللي قدرت من الجانب النفسي انها تسبب لنا هذا المرض. ما قدرناش، كاينين مجموعه ديال دابا راه كاينين الحمد لله، كاين بزاف الاشياء متوفره، غير هي نقلبوا على مصدر المعلومه، دائما المصدر كيخلق الفرق، وطبعا يكون واحد التاهيل كذلك للاسره للعائله للناس المرافقين باش كل شيء يدوز في احسن الظروف، وراه ما بقاش مرض السرطان مقارن للموت، هاهما ناس تبارك الله عطاتيونا امثله حيه والامثله اكثر بكثير ديال الناس اللي اكتشفوا المرض، وبالعكس كان واحد الهديه الهيه باش يعاودوا الحسابات ديالهم وباش يعيشوا بطريقه احسن من اللي كانت قبل من المرض. بصراحه انا ما سخيتش بكم، ولكن وقت البرنامج للاسف تجاوزناه. كنشكركم جزيل الشكر، كنبغي نشكر دكتوره حسنيه زميميطا اخصائيه في طب الاورام، شكرا جزيلا لك، ونعود ونلتقي قريبا باذن الله. دكتوره حسنيه شكرا جزيلا لك، الله يطول عمرك. لا لا خديك. كنشكر ايضا منى الصباحي كوتش معتمده في التطوير الذاتي، شكرا جزيلا لك منى، دائما متالقه وايجابيه كعادتك، شكرا جزيلا لك رغم انك عيانه اليوم ولكن وركنا عليك شي شويه، سمحي لنا، شكرا لك. والله الا كنت كنموت بعد داك كنموت. هادشي كنتي غير كتموتي. بسم الله الله اكبر ما شاء الله. مرحبا. انا ملي كتكون في شي حاجه كي تو باسيون كتعجبك كتعطي فيها نسيت العيان اللي كنت انا فيه. نتمنوا لك نتمنوا لك ان شاء الله الصحه والسلامه والعافيه. شكرا لك منى، شكرا جزيلا لكم، وكنت سعيده جدا بهذه الدردشه. ختاما مشاهدينا، يقال عن الحياه انها لا تقدم الهدايا، وفعلا الحياه ما يمكنش تعطينا الكادويات، كيخصنا نديروا مجهود في اي حاجه جات. الى جا المرض ماشي نهايه العالم،
ولات صبينا بالسرطان ماشي نهاية العالم. السرطان كيخصنا نعتبروه عدو يستحق أننا نحاربوه، نحاربوه بكل إيجابية وبكل تمسك في الحياة. رسالتي للناس بأنه المرض كيف ما كان، سواء سرطان أو غير سرطان، ما كينقش من الإنسانية ديالك، سواء امرأة ولا راجل. إلا جا السرطان ماشي معناه أنك فقدتي معالم الأنوثة ديالك، وإلا جا السرطان ماشي معناه أنك فقدتي معالم الرجولة ديالك. السرطان مرض كيتعالج، وعلاقاتنا الإنسانية كتستمر، ودعم العائلة ودعم الحباب ودعم الناس اللي قرب لنا كنبقاو محتاجين ليه على مدار العلاج. السرطان ممكن، علاجه ممكن، والدعم النفسي مهم. ومن بعد أشنو ممكن يوقع كاع إلى جا المرض؟ المرض ماشي هو اللي كيقتل، أجلنا، لأننا كنبداو بنهار وكنساليو بنهار، ورحلتنا مكتوبة إمتى غتبداو إمتى غتسالي، وقتاش غتزادو وقتاش غادي تدفنو. ماشي المرض هو اللي كيكون فاصل، وماشي السرطان هو اللي كيكون قاتل، ولكن القاتل هو أنه نكون عايشين بسلبية وعايشين بانحناء وما كنعرفوش نحاربو في الحياة. مرة أخرى كنعاود نرجع ونقول باللي الحياة ما كتعطيش الكادويات. شكرا جزيلا لك كريم نايت سرقتنا اليوم في الإشراف التقني، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا ضيفتي الكريمات، أعود وألقاكم الأسبوع المقبل. ليلة سعيدة، دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.